الثانية 24. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عبر بيوت سودانية. مرحب بكم، نحن في نهاية خواتيم الشهر الفضيل، وكل عام وأنتم بألف خير. ريم، كل سنة وأنت طيبة. كل سنة وأنت طيبة يعني جود، مرحب بك. مرحب بك يا ريم، أنا سعيدة اليوم وأنا في صحبتك للمرة الثانية. مرحب بك وألف سلامة لك يعني جود. الله يسلمك إن شاء الله يا رب. الالتهاب ده هل من شغل البيت والنظافة ولا التهاب عابر ولا؟ والله طبعا من شغل البيت والتزعيف يا ريم كمان. زعفتي يعني البيت بقى نظيف هسه؟ لا بقى نظيف خالص الحمد لله. ظبطي امورك، حاجه ممتازه. انا ما كنت جيت الحلقه. الف سلامه عليك. الله يسلمك. مرحب بكم، مرحبا بكل متابعي شاشه سودانيه 24 وين ما طابكم المقام بتابعونا. اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من بيوت سودانيه. اولى فقراتنا يعني جود اللي هي مشكات النبوه، اللي راح نتكلم عن مقعد المؤمن يوم القيامة. دائما يا ريم سواء كنا بنكذب تفاصيل كثيرة، مقعد المؤمن ممكن يكون النار وممكن يكون الجنة. أكيد طبعا. هنمشي نشوف مشكات النبوة ونجر عادي. حين أتى شرقت الدنيا صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. العلماء قالوا معنا الحديث عرض المقعد معناته أي بني آدم بعد الموت، إن كان من أهل الجنة مرتين في اليوم يبرق قصور الحايم شليح، أول الصباح وأول المساء. شايف القصور السمحات ديك الأنهار الأخير ده كل ده حقه، وثاني آخر النهار. وإن بقى من أهل النار مرتين في اليوم يبرق زنزانات الحايم شليح يدخل يوم الغياب. والحديث في صحيح البخاري ومسلم، وربنا قادر على كل شيء. وهذا الحديث يدل على أن الموت ما هو عدم، إنما هو انتقال من حياة إلى حياة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. ونسأل الله الجنة وما يقربنا إليه. حين أتى شرقت الدنيا صلى الله عليه. مرحبا بكم من جديد. رحم الله فضيلة الشيخ محمد أحمد الحسن ببركة هذه الأيام المباركة والأيام الفضيلة. ننتقل مباشرة لاستضافتنا الطبية. اليوم حنتكلم يعني جود يعني أي مجال أو أي مهنة عندها أشخاص متخصصين فيها، سواء كان الطب أو التمريض أو طب الأسنان أو التخدير. اليوم حنتكلم عن الأطباء المتخصصين في الرعاية ما قبل العمليات مع دكتور الفياصي أحمد، استشاري التخدير والعناية المكثفة واختصاصي معالجة الألم. مرحب بك، كل سنة طيب. وأنت طيبة إن شاء الله، وكل سنة والجميع بألف خير وصحة وسلام. مرحب بك. طيب بداية دكتور الفياض، عايزين نتعرف على التخدير. التخدير هو شنو؟ التخدير ببساطة شديدة هو أنستيزيا، يعني عدم الإحساس. طبيا في مجالنا نحن بيكون عدم الإحساس بالألم وعدم الإحساس بأحاسيس أخرى باستخدام عقاقير. نحن بنتكون عندنا التخدير علميا في مجالنا من ثلاثي تراياج: عدم الإحساس بالألم، وعدم الإحساس بالوعي يعني النوم أو عدم وجود ذاكرة، واسترخاء العضلات أو الشلل المؤقت عشان ما تتحقق العملية براحة كافية للمريض وللجراح. طيب المفعول بتاع التخدير بيكون كيف يا دكتور على العملية؟ من التعريف بتاع التخدير ده ذاته، مفعول التخدير هو بيتكون من الثلاثة مكونات الأساسية دي. أول عدم الإحساس بالألم. ما في شخص بيحتمل إنه يتعمل له أي شكل من أشكال الجراحة وهو متألم يعني. صح. فده المكون الأساسي، وده بيتم منحه عن طريق أدوية مسكنة قوية إذا كان نحن بنستخدم تخدير كامل.
وبيتم إعطاؤه عن طريق وسائل أخرى زي التخدير النصفي أو التخدير الطرفي، دي برضها بتمنح تسكين كامل للألم. المكون الثاني اللي هو عدم الوعي أو عدم الذاكرة، دي اللي هو عن طريق المنومات اللي إحنا بنديها أثناء التخدير الكامل، أو ممكن نحن نضيفها على مكونات التخدير النصفي أو التخدير الطرفي. والأخيرة اللي هي المشلات أو الحياة الأدوية اللي بترخي العضلات عشان تسهل المهمة بتاعة عمل الجراحة. يعني بالتأكيد مواضع القلق لأي شخص داخل على عملية التخدير، هل أنا ححس بالألم؟ هل أنا يعني الألم لما يفيك، التخدير لما يفيك أنا ححس بنفسي كمية الألم؟ عايزين يعني نتعرف عن سلامة السلام أثناء التخدير. ده سؤال معتاد مكرر بيمر علينا يوميا. وللأمانة يعني التخدير في الآونة الأخيرة تطور كثير، ومعدلات السلامة فيه بقت عالية لدرجة بعيدة جدا جدا، معدلات السلامة ومعدلات الراحة بين عدم إحساس بالألم وعدم إحساس بالآثار الجانبية اللي ممكن تكون مصحوبة للتخدير. الحكاية دي صاحبة طبعا تطور في الأدوية والعقاقير المستخدمة، صاحبة تطور في الأجهزة والمعدات اللي بتستخدم في تقديم التنفس الصناعي أو التخدير الكامل أو مراقبة المريض، وصاحبة تطور في تدريب الكوادر العاملة في مجال التخدير نفسه، وازدياد عدد الأطباء الاستشاريين والأخصائيين العاملين في مجال التخدير. فكل حتى أنواع التخدير تطورت، يعني بدل ما زمان كان في البنج العام التخدير الكامل، بقى في تخدير نصفي، تخدير خارج الجافية، تخدير طرفي ممكن يتم فيه تخدير عضو معين من جسم الإنسان، يده فقط، كفه، الرجل فقط، القدم فقط، دي كلها بتزيد معدلات السلامة. يعني تخدير نعم نسميه تخدير طرفي، بيتم تخدير العصب المعين لعضو معين ويتم فيه إجراء العملية الجراحية المناسبة بمعدل سلامة عالي جدا جدا. وأنا ممكن أشبه الموضوع ده بتشبيه بسيط جدا جدا، يعني في حال التزام قواعد السلامة الأساسية كلها للتخدير من تقييم المريض جيدا قبل العملية وكده، أنا بفتكر إنه يعني تلقي التخدير ده زي زول عاقل واعي ورشيد مش هيقطع شرع الزلط غالبا، وتاني غالبا هيقطع الزلط ده من غير ما يحصل له حادث مرور يعني. بالضبط ده الحاصل بالنسبة للتخدير في حال التزام وسائل السلامة الستاندر المطلوبة، عادة التخدير ده آمن جدا جدا. فأنا بطمن الناس إنه الموضوع. طيب أنت كطبيب تخدير يعني بتحس إنه الشخص ده المفعول التخدير سر فيه بيختلف من شخص له، بيقول المنبهات مرات بتأثر، حاجات كثيرة بتأثر على مفعول سريع مفعول التخدير. صحيح، لكن يعني الحياة دي كلها عندها معالجات بسيطة جدا جدا، عن طريق حساب الجرعات اللي ممكن نحن نديها للمريض، وفي علامات نحن بنشوفها، تطور الأجهزة دي بتدينا مدلولات لأنه الزول نايم بمستوى كافي، ما عنده إحساس بمستوى كافي، النبض بتاعه استقر وضغطه لمستوى كافي، بحيث أنه تسمح بأنك تبدأ العملية بدون مشاكل للمريض. دائماً الدكتور بنسمع بتخصص التخدير والعناية المكثفة. أيوة صحيح. في تداخل بين المفهومين دكتور؟ صحيح، يعني هو تخصص العناية المكثفة ده بعد تخصص دقيق من تخصصات التخدير، لأنه معروف بطبيعة الأشياء الدنيا بتمشي متطورة، والطب ده ذاته بيعتمد على انه الناس تجرب وبتطور وبتعيد تقييم التجربه بتاعته وكده. نعم. فاخصائي التخدير ده اكثر واحد في الحقل الطبي معرض للتعامل مع الحالات الحرجه. من نقص اكسجين، هبوط في الدوره الدمويه، مش عارف فقدان الوعي وهكذا. الحكايه دي بتخليه عنده خبره في انه يتعامل مع الاحداث دي. برضه بنفس المستوى اخصائي التخدير عنده مهاره يدويه بيتفوق فيها على الناس التانيين، يعني هو كل يوم بيعمل تخدير كامل، بيعمل تركيب لأنبوب القصبة الهوائية للتنفس الصناعي، بيركب قساطر وريدية طرفية أو مركزية، مهارات كثيرة جدا جدا بتاع تدخلات سريرية بيقوم بها أخصائي التخدير بمستوى يومي، بتخلي عنده مهارة أعلى من أقرانه في التخصصات التانية. بالإضافة لأنه الخبرة التراكمية لأخصائي التخدير في التعامل مع جهاز التنفس الصناعي، يعني المريض تحت التخدير الكامل بيكون على جهاز تنفس صناعي، وأخصائي التخدير بالجهاز بتاع التنفس الصناعي بيتحكم في التنفس بتاعه وهو تحت تأثير المشلات اللي احنا قلناها في التعريف بتاع التخدير وكده. فالحياة دي كلها مع بعض بتخليه عنده المقدرة أنه يدير الحالة الحرجة لأي مريض في العناية المكثفة. ده طبعا ما بيعني أنه هو بيستغنى عن
التكامل والتعاون مع التخصصات الثانية. بنلقى منها دعم كبير جدا جدا، خاصة زملائنا في المتخصصين الباطنية والكلى، القلب، المخ والأعصاب، أخصائيين الجراحة بأنواع وكذا، يعني تخلق شكل من أشكال التعاون المثالي بين التخصصات المختلفة عشان ما تحقق لنا في النهاية خدمة سريرية نموذجية للمريض. طيب دكتور الفياض، يعني بنسمع إنه في عمليات بسيطة اللي هي بيقول لك ما محتاجة لتخدير، لكن المريض بيكون مصير إنه عايز مخدر، العمليات دي بتكون زي شنو؟ بيحتاج لتخدير كامل وإنت ممكن كطبيب تقول لا؟ طيب بالتأكيد ما في زول ممكن يتعمل له عملية من غير تلقي تخدير. التخدير الرينج بتاعه واسع، من التخدير الكامل لحد التخدير الموضعي. نعم. مرورا بالتخدير النصفي، تخدير خارجي الجافية، تخدير الأعصاب الطرفية وهكذا. طيب التخدير طبعا بالنظر لحاجتين، الحالة الصحية للمريض وبالنظر لنوع الجراحة المطلوبة، بيقدر بيحدد الوضع المثالي أو الخيار المثالي الممكن ينصح به المريض. وفي العادة ما قد تواجهنا صعوبات في إنه يعني المريض يقتنع بأنه ده الخيار، لأنه الحكاية في النهاية حكاية محسوبة، واحد زائد واحد يساوي اثنين، حكاية بتكون منطقية يعني. بالطبع يعني عملية بسيطة في الأصبع، ممكن يتخدر أصبع فقط يعني. ودي أكثر سلامة بالنسبة له من إنه هو يأخذ تخدير كامل، ممكن يأخذ تخدير كامل عشان عملية في أصبع يعني. لكن في النهاية بيكون زاد معدلات الخطورة على نفسه يعني. فبالعادة نحن بنفصل الحاجة المناسبة للمريض على حسب وضعه الصحي وعلى حسب الحوجة الجراحية وبنقدمها له كخيارات يعني. في النهاية طبعا الخيار الأخير بيعود للمريض لأنه هو صاحب الشأن يعني. تخدير أهم حاجة يعني، زي ما داري يشعر بالألم يعني. أيوة بالضبط كده يعني. لكن في النهاية كل الناس بتحس كل الناس ممكن تتلقى تخدير ما تحس فيه بألم يعني. سواء كان كامل أو أنواع أخرى من التخدير. نعم دكتور الفياض، أنت استشاري التخدير كمان معالجة الألم يعني. صحيح. أنا أول مرة في حياتي أسمع بمعالجة الألم دي. عاوزين نتعرف على معالجة الألم أو علاج الألم هو شنو؟ أيوة يعني هو تخصص معالجة الألم ده تخصص حديث من التخصصات التابعة للتخدير. وببساطة أنا ممكن أقول لك إنه يعني الألم هو المسبب الرئيسي اللي بيسوق المريض لأنه يمشي للمستشفى عشان يطلب العلاج. نعم. وممكن أي إنسان يحس بأي عرض مرضي ما بيوجعه بصراحة يطنش يعني. صح. والله شو متجاهل. أيوة. أيوة. لكن لما يظهر الألم بيمشي للمستشفى. بعد ذاك الحالة الثانية الألم يعني أو إزالة الألم أتوقع إنه دي من واحدة من أكثر الجوانب الإنسانية في الخدمة الطبية ذاتها يعني. في النهاية زول عايز شنو لمريض يعني؟ في النهاية عايز سلامته والألم بيزوله. نعم. وحتى منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع جمعية الإياسب اللي هي الجمعية العالمية لدراسة الألم وصوا بأنه يكون قياس الألم واحد من العلامات الحيوية الأساسية المفروض يتم قياسه لأي مريض جاي لطلب علاج في المستشفى. أوضح أكثر يعني، معروف لأي زول، معروف لكل العاملين في المهن الصحية أن العلامات الحيوية الأساسية اللي بيشوفوها للعيان النبض، قياس الضغط، الحرارة، معدل التنفس، دي حاجة معلومة للجميع. هم وصوا بأنه قياس درجة الألم دي مفترض تكون واحدة من الحياة المصحوبة مع العلامات الحيوية بتتعامل بشكل روتيني، ده نظرا لأهمية معالجة الألم يعني. وفي تقديري إنه كل الأخصائيين والأطباء بيستهدفوا معالجة ألم المرضى بتعينه حتى لو هم ما اختصاصيين في معالجة الألم. وده عن طريقين يعني، معالجة الألم أو سوري معالجة المرض الأساسي اللي هو بزواله بالتأكيد هيزول الألم، والمسكنات العلاجات المسكنة المصاحبة اللي بيوصفوها عشان ما يتعالج المريض ويخفف الألم بتاعه. لكن الدنيا ما بتمشي دائما بالبساطة يعني. نعم. ففي أنواع كثيرة من الآلام بتحتاج لتدخل اختصاصي معالجة. طيب التخصص ده هو موجود في كل المستشفيات؟ هو طبعا نحن بالنسبة لنا حديث في السودان، ما موجود في كل المستشفيات، يمكن يكون في مستشفيين أو ثلاثة. لكن طبعا دي بداية لاستمرارية بتاعة عمل يقدم خدمة مشرفة للمريض السوداني يعني. نعم. طيب الموضوعات اللي ممكن تدخل في مجالات علاج الألم شو؟ طيب هو علاج الألم ده بيغطي حياة كثيرة. زي ما قلنا إنه الألم ممكن ما يمشي بالبساطة إنه يتعالج بمسكن عادي، وده عادة هو الحال بنستهدف بها الألم الحاد أو الألم الجديد، ألم له ساعات أو أيام أو كده. فممكن ما يستجيب الألم للنوع بتاع العلاج الموصوف،
وممكن المريض ذاته يكون عنده حالة صحية ما بتسمح بأنه يتلقى المسكنات الكافية بتزيل له الألم، وهو عنده مشاكل في القلب أو مشاكل في الكلى أو مشاكل في التنفس كده. فهنا بيظهر دور تقديم التسكين أو التخدير الطرفي، يعني زول عنده إصابة في يده يتعمل له تسكين ليده من فوق لتحت بحيث أنه تخدير له معدل السلامة ويستفيد من الحكاية دي قبل وأثناء وبعد العملية. في أنواع تانية من الألم الحاد زي آلام الولادة مثلا، الآن بقى متاح أنه يتم تقديم ولادة بدون ألم عن طريق وضع القسطرة بتاعة التخدير خارج الجافية في السلسلة الفقرية، وممكن يتم إعطاء أدوية بها تزيل الألم بتاع الولادة مهما طالت الفترة بتاعة المخاض أو الفترة بتاعة الولادة. الأمثلة اللي ضربتها هدية أمثلة للألم الحاد أو الألم يعني له مدة بسيطة يعني. لكن الألم ده ممكن يكون ألم مزمن، ألم مزمن لأنه ألم حاد ما تلقى العلاج الكافي وتحول لألم مزمن استمر لمدة أطول من المدة المتوقعة للشفاء، أو في بعض التعاريف نحن بنسميه الألم المستمر لأكثر من 3 شهور مثلا. النوع ده من الألم عادة مزعج والاستجابة بتاعته للعلاجات العادية ضعيفة، فبيحتاج إنه المريض يتقيم بطريقة سليمة ويتخطى له برنامج بتاع علاج متكامل، علاج فيه أدوية وعقاقير مسكنة، فيه أدوية بتتحكم في الأعصاب والإفرازات بتاعتها، وفيها علاج عن طريق الحقن. نحن بنحقن أعصاب طرفية وأعصاب مركزية عشان نزيل الألم ده، وفيها يعني خدمات أخرى ممكن تتخطى في البروجرام بتاع معالجة الألم ده، منها العلاج الطبيعي، منها حتى مراجعة السلوكيات اللايف ستايل بتاع المريض عشان ما يتخلص من الألم المزمن. طيب تذكرت الألم المزمنة، يلا الألم المزمنة دي زي شنو مثلا؟ الآلام المزمنة هو تعريفها زي ما نحن قلناه، الأمراض عندها الآلام المزمنة. الآلام المزمنة الآلام المزمنة هو تعريفها زي ما نحن قلناه، هو ألم يستمر أكثر من 3 شهور أو ألم يستمر أكثر من الفترة المتوقعة. ده ممكن يكون ناتج من آلام، والعياذ بالله مثلا الآلام بتجي لمرضى السرطان مثلا، ممكن يكون عندهم آلام مزمنة تستمر طول الفترة الطويلة للعلاج من آلام سرطانية وكده، ودين نحن بنوجه لهم أدوية معينة، ممكن تكون أدوية ذات تخدير أقوى من المسكنات العادية، وبنوجه لهم أنواع من الحقن نحن ممكن نحقن بها جذور الأعصاب أو عقد عصبية معينة بتغذي المناطق اللي فيها المشكلة السرطانية دي، بحيث أنها تزيل لهم الألم ده لفترات طويلة تقدر تخلي يعني الحياة تستقيم معهم يعني لحد ما ربنا يشفيهم. وفي آلام مزمنة غير الآلام السرطانية، آلام مزمنة غير الآلام السرطانية زي الآلام الناتجة من الانزلاق الغضروفي، الحزام الناري، الآلام الناتجة من الاعتلال العصبي الطرفي بعد السكر، آلام ناتجة من إصابات معينة، في أسباب كثيرة ممكن تكون هي آلام غير سرطانية وتؤدي لآلام مزمنة. ريم، نحن ممكن يكون بالدنيا عيد ووصلنا لفقرة صحتك، ومعانا الدكتور حيحترم معانا، هي ذات جزء من التخدير يعني في حاجات اهتمامات بالبشرة كده لكل المشاهدين اللي ممكن بيهتموا ببشرتهم، والعيد داخل علينا، حنتابع فقرة صحتك وعداك نواصل. الروتين الدوري نعمل جلسة بتاعت فيشل وهايدرا فيشل. طيب الفيشل والهايدرا فيشل مهمتهم شنو؟ انه بنظفوا البشرة من الدهون والأوساخ والطبقة الميتة. لازم البشرة الدهنية بتطلع دهون، بتطلع أوساخ، بتطلع رؤوس سوداء ورؤوس بيضاء. الرؤوس السوداء والبيضاء نحن لازم نطلعهم بجلسة الفيشل. في ناس بيقعدوا يطلعوها بيدهم، في ناس بالإبرة بتحت الخياطة، كده ما كويس، لأنه في النهاية نحن كده هنعمل علامة بتاعت حفر وبعدين هنعمل أثر أسود. لازم نمشي لعيادة مختصة نعمل فيها جلسة بتاعت الفيشل. إحنا مفروض نهيئ بشرتنا لما تكون البشرة مهيئة للجلسة، كده بتكون الأثر بتاعها بيكون واضح شديد، ما زي لما أنا أمشي أعمل جلسة بتاعت فيشل وأنا ما مهيئة البشرة بتاعتي. طيب كيف أكون مهيئة؟ لازم أكون بعمل الروتين بتاعي بتاع البشرة الدهنية. يعني دايما إحنا لما إجينا مريض بتاع زول بشرته دهنية بنعمل شنو؟ بنديه حاجات استخدمها
لمدة 10 يوم. عشان شنو؟ عشان تجفف لين الدهون، عشان بعدين لما تجي تطلع تطلع بكل سهولة، لأنه أحيانا بتكون في دهون لينة ما بتطلع مع الجلسة، دايما الدهون اللينة ما بتطلع مع الجلسة، وأحيانا بتكون البشرة ملتهبة. أي زول بشرته ملتهبة عنده حبوب كبيرة شايلة مادة، بعدين ممكن تكون مؤلمة كده، دي البشرة الملتهبة ما مفروض يعمل جلسة بتاعت فيشل كده يعني استوب. حتى لو الدكتور قال لك أنا هعملها لك تقول له لا أنا ما عايز. نحن هسي هنمشي نشوف جلسة بتاعت فيشل، هتشتغل علينا الخبيرة، هنشوف هي كيف تطلع، هتطلع الدهون بطريقة آمنة من غير أي آثار. طبعا في ناس بيفتكروا إنه جلسة الفيشل خاصة الرجال إنه معناها جلخ، لا ما جلخ. جلسة الفيشل يعني إنه نحن بنطلع الدهون والأوساخ من البشرة الدهنية. زي ما كلنا شفنا دي كانت جلسة الفيشل بطريقة آمنة ما فيها أي آثار. لازم ما نمشي نعمل الفيشل في الكوفير وما بعرف شنو، لازم نمشي للطبيب أو لخبيرة بتعرف تعمل الفيشل صح. في ناس عندهم عقدة طبعا من الفيشل لأنه قبل كده مشوا لناس ما خبرة، عملوا لهم مشاكل بتاعت آثار، مشاكل بتاعت ندوب. فالفيشل كويس شديد، في ناس عندهم عقدة من الحاجة دي، لكن بالعكس والله هو حاجة حلوة شديد، واللي بجرب الفيشل تاني ما بخليه. بكده مشاهدينا تكون انتهت حلقتنا لهذا اليوم، لحد ما ألقاكم في حلقة جديدة، في أمان الله. مرحبا بكم مشاهدينا مرة ثانية، ومرحبا بكل اللي بتابعونا عبر بيوت سودانية. شاهدنا فقرة صحتك، ونحن تحت الهواء كده بنسأل الدكتور، قلنا له ده تخدير، قال ده تخدير معنوي. دكتور عاوزين نتعرف على الغرض الرئيسي من علاج الألم، هل ممكن يكون إزالته ولا تخفيفه ولا شنو؟ ده طبعا بيعتمد على التشخيص. يعني في جزء من الآلام ممكن يكون مسبب بتاع عصبي، يعني العصب ذاته بقى يطلع كهرباء زيادة، الألم بيبقى مستمر وبيبقى مزمن. ده قد يكون علاجه صعب، أو التخلص منه تماما بنسبة 100% ممكن يكون صعب، لكن لما يتعرف بطريقة صحيحة ويتقدم له برنامج معالجة ألم متكامل بعقاقير وحقن في أماكن معدنة وكده، ممكن يتم فيه استجابة بطريقة كويسة جدا جدا، بحيث إنه الإنسان يقدر يقضي حوائجه اليومية بطريقة كويسة، بيقدر يعيش كإنسان عادي يعني. لأنه ما في إنسان بيقدر بيعيش مع الألم بصراحة. نعم. طيب دكتور، يعني قبل تكلمت عن أنواع التخدير اللي هي 3 أنواع تقريبا، أطول مدة زمنية للتخدير؟ يعني هو السؤال ده ممكن تكون الإجابة عليه صعبة شوية يعني. مفترض طبعا التخدير يمتد للمدة اللازمة لإجراء العملية. التخدير الكامل معظم الأدوية بتاعته بتمتد مفعولة لدقائق، بالتالي المريض بيحتاج إنه يأخذ جرعات إضافية وجرعات إضافية، سواء عن طريق الاستنشاق أو عن طريق الحقن بالوريد أو عن طريق الدريبات وكده، عشان يستمر التخدير بمستوى ثابت يسهل على المريض وعلى الجراح إجراء العملية بسلامة وبدون إحساس بألم يعني. وفي أنواع التخدير الطرفي وأنواع التخدير النصفي وكده، بتمتد على حسب
التأثير الصيدلاني للدواء المستخدم يعني من 3 إلى 4 ساعات، ممكن يمتد ل 24 ساعة في بعض أنواع التخدير الطرف يعني. فبتبقى بس الموازنة في أنه المهم أنه المدة اللي بيستمرها تكفي لإجراء العملية، ولما تستمر بعد العملية في أنواع التخدير الطرفي والتخدير النصفي وكده بتوفر للمريض تسكين للألم بعد العملية لفترة طويلة. ودي واحدة من ميزات التخدير الطرفي والتخدير النصفي، إنه حتى بعد العملية المريض عادة ما بيحس بألم شديد بعد العملية، ما زي الإفاقة من التخدير الكامل يعني. طيب أنتوا كدكاترة بتقيموا الفترة اللي بتلقى فيها المريض في العلاج عن علاج الألم بالتحديد، بتقيموها كيف؟ ولا بقيم المريض ولا بتغيموها أنتوا ولا بيحصل شنو؟ نحن عندنا مقولة في معالجة الألم دي هي اسمها start slow أو start low and go slow. بنبدأ عادة بجرعات خفيفة، ما في حاجة أمسك وأقطع، ما مضاد حيوي حبة كله 8 ساعات لمدة 5 يوم وانتهينا الموضوع ده. الموضوع ده هنا معقد أكثر من كده بكثير. يعني المريض نحن بنبدأ معاه دائما بجرعات خفيفة عشان يتجنب الأعراض الجانبية وعشان ما نديه حاجة أكثر من اللازم يعني. وبعد ذاك بيكون في تقييم مستمر، ودي واحدة من الحياة إن إحنا مهتمين بإنه مريض معالجة الألم يستجيب لها ويستحملها معانا. الموضوع داير صبر خاصة في الألم المزمن يعني، وإنه نحن محتاجين نعدل الجرعة بعد ذاك بطريقة دورية، سواء بزيادة أو إنه نحن نضيف أدوية إضافية غير الأدوية المسكنة، أو إحنا نضيف جلسات بتاعة حقن زيادة لأعصاب معينة وكذا. طيب تحس ذكرت دكتور عن عشان نتجنب الآثار الجانبية، الآثار الجانبية للتخدير شنو؟ ده كتاب كامل طبعا، لكن احنا بنطمن لكن احنا بنطمن الناس برضو انه معدل السلامه ما زال عالي في مع وضع الاعتبارات بتاعه الخطوات السليمه في تقييم المريض وتقديم الجرعات المناسبه وكذا. لكن طبعا في النهايه الادويه المخدره بتاثر على معظم اجزاء الجسم، عندها تاثير على القلب، بتاثر على الدوره الدمويه، بتاثر على النبض، بتاثر على القلب، ودي واحده من المشاكل صراحه اللي بتحصل في التخدير، بتاثر على الجهاز التنفسي لا سيما انه هو مريض بيتلقى بعض المسكنات على المدى البعيد ولا لا ده ولا المقتل الاني للعمليه ذاته. ممكن تاثر على الدرجه بتاعه الوعي والجهاز العصبي وكده. فمعظم اجهزه الجسم بتتاثر بشكل او باخر باعراض جانبيه ناتجة من أدوية التخدير يعني. نعم. لكن طبعاً الجرعة المحسوبة بعد تقييم صحيح للمريض عادة ما تكون المشاكل دي يعني مشاكل مكررة يعني. وحتى لما بتحصل مع المراقبة الدقيقة من أخصائي التخدير واستخدام الأجهزة المراقبة المريض الحساسة وكذا بيتم تلافيها يعني عادي. ممكن المريض يحصل له هبوط في الدورة الدموية أثناء العملية ويتعالج ويا دار ما دخلك شر يعني، يطلع كويس ما فيه مشاكل يعني. ان شاء الله كل امور المرضى ان شاء الله تضبط يا رب. دكتور انت قلت يعني موضوع معالجة الألم او العلاج بمعالجة الألم هو جديد. طيب في طرق له يعني؟ نحن بنسمع بالطرق الفيزيائية وممكن يكون بعد ذاك حركية وبعد ذاك شنو الطرق اللي ممكن يكون بتعالجوا بها شنو بالضبط؟ هذا كلام صحيح جدا يعني. العلاج الألم ده برنامج واسع جدا جدا، وزي ما أنا قلت عادة نحن بنخط المريض في بروجرام في برنامج لمعالجة الألم. يعني صراحة إنه يد واحدة ما بتصفي. نعم. خلاص أدوية بس الموضوع ده ما ببساطتين وأنا أبلع حبة وأبقى كويس. الموضوع ده له بروجرام متكامل. كل العناصر دي ممكن تكون مفيدة، ولو كل واحدة منها ساهمت بعشرة 20% في تخفيف الألم في النهاية بنحصل 90% بتكون مرضية جدا جدا للمريض. نحن بالنسبة لنا في مجالنا نحن كأخصائيين معالجة الألم بنلعب على خبرتنا في التعامل مع العقاقير والمؤثرات الصيدلانية بتاعتها، بحيث إنه نحن نختار المناسب ونعمل كومباينيشنز نربط بين أكثر من دواء مناسب عشان نلقى مفعول أقوى لما نربط دوائين متقاربات وكذا. ففي يعني تيبس او يعني في خطوات نحن بنعملها في اختيار مجموعه العقاقير من الدار المريض. والنقطه الثانيه اللي هي الحقن بتاع الاعصاب او الحقن بتاع الاماكن اللي فيها الالم وكده عشان ما نخفف التاثير المزمن للالم. ده بالاضافه لكل الكومبوننت الفيزيائيه بتكمل البروجرام لمعالجه الالم يعني. وإن كان بيتم فيه الاستعانة بمتخصصين من فيزيائيين أو معالجة طبيعية أو تغذية أو كده كتار جدا جدا. طيب دكتور نحن لسه مواصلين معاك وحنتابع الأخبار الطبية، حتقدم لنا الزميلة نجود.
نعم، أخبار طبية يا ريم، ممكن يكون عندنا أخبار طبية هي كثيرة وحنتعرف عليها أكيد مع المشاهدين. هشارك معنا الدكتورة كيف؟ نعم، أول خبر عندنا أكواب القهوة البلاستيكية تجعل قهوتك ضارة. ممكن كثير مننا يا ريم بيشرب، هو خصوصا برا البيت ونحن عمليين، يعني أكثر حاجة أكثر وقت بكون برا البيت. أكيد طبعا. طيب حنشوف، يمكن لشرب القهوة الساخنة في أكواب بلاستيكية أن يشكل خطرا على صحتك. فهذه الأكواب تطلق كمية ضخمة من الجزيئات البلاستيكية الضارة تحت تأثير الحرارة، لينتهي الأمر بهذه الجزيئات في سائل القهوة الذي تشربه، ومن مخاطر البلاستيك على الجسم تلف في أنسجة الجسم، قد ينشأ جراء رد فعل المناعة تجاه الجزيئات البلاستيكية وتحفيز الإصابة بالالتهابات المختلفة. أيضا ممكن كمان يحسن لنا قدرة بعض أنواع السموم والمعادن الثقيلة على الارتباط بخلايا الجسم، مما قد يؤدي لمضاعفات صحية عديدة مثل السرطان. حمان الله وإياكم إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب. ده بيشير ممكن يكون يا ريم لأنه الناس تحاول تقلل، إذا ما امتنعت تحاول تقلل بقدر الإمكان من الأكواب البلاستيكية. حننشر الخبر الثاني، بيقول البيض يحمي من الأمراض. يعد البيض قيمة غذائية وينصح استهلاكها لمختلف الفئات العمرية نظرا لما تحتويه من فيتامينات ومواد غنية، ومن فوائده الحفاظ على مستوى الكوليسترول العام في الدم، كما يعمل أيضا على تعزيز صحة العيون، لذلك فإن تناوله بشكل يومي يقلل من خطر تطور إحتام عدسة العين، ويمنع أيضا من ضمور الشبكية. يزود البيض جسم الإنسان بفيتامين د الذي يعزز صحة العظام والأسنان والدماغ، لا سيما الحماية من احتمال الإصابة بسرطان الثدي وسرطان القولون، وتحسين أداء جهاز المناعة، ويقلل خطر الإصابة بالإنفلونزا. والله يا ريم موضوع الإنفلونزا ده وأنا عندي التهاب حمشي أكل شكلي. ألف لا بأس عليك. الله يسلمك يا رب يا ريم. حنشوف الخبر الثالث، وكمان الخبر الثالث بيقول خطورة الإفراط في تناول المضادات الحيوية. الحاجة دي ممكن يكون إحنا قبل شوي نتكلم عن المسكنات والتخدير والحاجات دي، الإفراط فيها ممكن يؤدي لنا لتفاصيل كثيرة. حذر رئيس قسم الحالات الحرجة بنيويورك من الإفراط في تناول المضادات الحيوية كونها لها أعراض خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة، لافتا إلى أنه من الخطأ أن يعطي الطبيب مضادات حيوية لفترة طويلة كون البكتيريا تكتسب مناعة منه حال تناوله لفترة طويلة. وأضاف أن المضادات الحيوية تضر بشكل كبير حال تناولها بعيدا عن الأطباء، وقال علينا أن نكون حريصون من ذلك ولا نفرط في تناول المضادات الحيوية، لافتا إلى أن هناك تقارير طبية أكدت أن هناك 1,200,000 شخص ماتوا حول العالم بسبب عدوى البكتيريا، ونصح بالالتزام بتعليمات الأطباء فيما يتعلق بتناول المضادات الحيوية حتى لا نعرض حياتنا للخطر بسبب سلوكيات مجتمعية سلبية تدفع الإنسان لتناول المضاد دون مراجعة الطبيب. حاجة دي يا ريم، أو معانا كمان برضو دكتور الفياض حيشاركنا في الخبر ده. دكتور، كثرة المسكنات اللي ممكن نحن ناخدها ممكن تؤدي لنا لحاجات كثيرة، لتلف ممكن بعد ذاك، حتى في ناس مدمنين يعني بدون استشارة الطبيب، بدون بعد ذاك ممكن روشتة من الطبيب، بدون أي حاجة. ده صحيح، يعني استخدام المسكنات من غير الوصفة الطبية ممكن يؤدي لعدم الاستجابة، يعني العيان ما يستفيد يعني أصلا، لأنه هو أخذ المسكن الما مناسب لنوع من من الألم غير مستهدف بالنوع ده من المسكن. نعم. والمشكلة الثانية طبعا أنه المسكنات دي لما توصف بجرعات غير صحيحة لمدة غير صحيحة بدون مراعاة الحالة الصحية السابقة للمريض، ممكن تتسبب في مضاعفات كثيرة جدا جدا. مضاعفات ممكن تصيب الكلى، دي حاجة كثيرة جدا جدا، الناس يصيبوا بفشل كلوي نتيجة استخدام خاطئ للمسكنات. ممكن تأثر على القلب والشرايين، ممكن تأثر على الرئتين والشعب الهوائية، ممكن تأثر على تجلط سيولة الدم،
يعني في كثير من الأدوية المستخدمة في تسكين الألم عندها آثار جانبية، يظل عند الشخص الماهر الملم بأطراف الموضوع بيوصف الحاجة مهما كانت خطرة، لكن بالطريقة الصحيحة بالجرعة الصحيحة للمدة الصحيحة بنلقى الفائدة بدون المضاعفات. ما هو في النهاية ما في علاج من غير خالي من المضاعفات تماما، ده ما في. أيوة، لكن طبعا بإمعان العلم والوصف الصحيح بنلقى النتيجة الفضلة بأقل مضاعفات. لو رجعنا لخبرك، الخبر الأول القريتي هو اللي هو القهوة. شرب القهوة بكثرة، زي ما أنا قبل قلت لك يا دكتور، يعني في حاجات ممكن تعيق المخدر اللي هي منها القهوة، المسكنات زي ما أنت حسيت فضلتها. الشاهد في الموضوع ده إنه لو جينا نتكلم عن الأسنان، عمليات خلع الضرس ممكن تتم من غير مخدر، حاجة أنا جربتها في نفسي ونجحت. نجحت لكن بموت يعني. هم ادوني مخدر كامل واي حاجه لكن ما مشى، فانا بتناول مسكنات بشكل مجنون وقهوه كثيره جدا. والله شوف انا اكلمك، انا ذاتي بشرب، فادوني مسكن مرتين يعني، وقفوا العمليه ادوني ثاني مسكن لكن دون جدوى. لا ما عليك، المره الجايه ناديني. انا بشرب قهوه كثير صراحه، انا ما بعتقد انه في تاثير مباشر يمنع احساس انه البنج يمشي، يعني زي ما بقوله بالعاميه الزول بيشرب قهوه كثير. اي هو ممكن يكون عندها تاثير تنبيهي على ضربات القلب على الضغط على كده يعني، لكن ما افتكر في تعارض ما بينه وما بين التخدير. والمسكنات طيب كويس، والمسكنات انا ما عندي يوم بخلى من مسكن ايا مفترض كان. شوفي يعني الموضوع ده اللي جيني في العياده، لكن طبعا ايوه المسكن بالعكس يعني مفترض انه هو يضيف للتخدير بتاعك ويكون عنده سينرجيستيك افكت، يعني تاثير تكاملي ويساعد على انك تستمر بالتخدير. ايوه خلاص، ما عشان كده نحن جينا. طب لا مسكن معناه لا قدر الله حصلت لك حاجه عايزه تتخدري، التخدير ما بيمشي. ايوه هو الموضوع طبعا ما بالفهم ما بالبساطه دي، لكن طبعا بنفس المستوى. ايوه يعني هو المقصود الناس اللي بيقولوا الكلام ده بيكونوا بيقصدوا انه طبعا الزول لما يستخدم مسكن بفتره طويله وكده جسمه بيتعود عليه صح، او مثلا يعني اعصابه ذاته بتتعود عليه وبيبقى محتاج لكميه عاليه من المسكن عشان هو يرتاح وكده. الكلام ده ممكن يشمل لنا المخدرات يا دكتور؟ ايوه اللي هو يعني طبعا ده ايوه او كسرات تعاطيه في حاجات كثيره بالضبط. طبعا في ناس بتقول لبن الابل يعني كسرته بعد ذاك ممكن يكون يعني يخدرك ذات يعني حتى ما بتحبي. انت بتحبي لبن الابل؟ جدا. جربتيه؟ خلاص والله نحن ناس ولايات يا دكتور تمام، فشنو دائما بنحب الحاجات البلديه، الحاجات اللي دائما بتكون على الطبيعه كده، لبن الاغنام، لبن الابل. الحاجات دي كلها معلومه يعني في ادويه، في مواد عشبيه، في مستحضرات تجميل، في حاجات كثيرة عندها تداخل مع الأدوية المشلة والأدوية اللي نستخدمها نحن في التخدير. وببساطة دائما بيكون التأثير بتاع عبر الكبد يعني الإنزيمات اللي بتعمل على استقلاب الأدوية بتاعة التخدير في الكبد دائما بيحصل لها تحفيز أو بيحصل لها تثبيط بسبب مستحضرات سواء طبيعية أو عقاقير أو أيا كان يعني. فالحكايه دي بتقوم تعمل فرق في انه استجابه المريض للتخدير شنو. زول بتديه حاجه بسيطه بينوم، وفي زول بتديه حاجه كثيره وما ما بينوم. ايوه فالموضوع ده شكله كده مقلق للزول المتلقي للتخدير، لكن ونحن في النهايه كله بنخدر يعني عندنا مراقبه مريض معينه بنتاكد انه هو وصل للمرحله الكافيه بحيث انه يتعمل له العمليه وبنعملها له بامان. داير زياده بتاع جرعه التخدير بنديه، واصلا نحن دائما بنبدا تايتريشن لافكت روتين، بيشرب لبن ابل ولا بيشرب قهوه ولا بنبدا تايتريشن تو افكت، يعني بندي الجرعه بالتدريج لحد ما يحصل المفعول. وصلنا للمفعول نحن بنقيف. فالحلول دي موجوده عند الشخص الخبير طبيب التخدير المختص، ما بكون في مشكله. الناس تاخذ راحتها تشرب قهوتها وتشرب اللبن. احنا وصلنا معك لنهايه فقرتنا، ونحن في نهايه فقرتنا بنقول ما المريض براه محتاج تخدير او ما المريض براه جريح، الوطن كمان جريح، ونحن اليوم يا ريم في ذكرى فضل احتصام القياده العامه. حنمشي يا ريم فاصل وبعد ذاك حنرجع نواصل. شال همك وشال همي هي دمك
حسني رصاصة حبابة ما توقف أنا عندي رسالة بدلت تجهر ضد دبابة برضو الحق نجيب رجالة قدام قدام شان دارفور قدام شان هزاع قدام ما في رجوع أي قدام different life for my bro and sis who died bad government now we say goodbye now we fly now we rise so high bad government that game is over Abdul Azim yeah said that before I stop bad thinking and jump on the slogans then that's really dumb freedom for all of us stay with me just for that's all nobody wanna see you no more stay with me just for that's all nobody wanna see you nobody no more كرامة. ما في أي ظالم يقدر يقف قدامه دي كان ذكرنا نحن لسه التوبة نحن الشعب اللي قال الظالم يلا قول توبة رن هيدا رن وضعت ربه في القيادة صابنا صب هديك نار الغضب هي قامت تب نحن ما بحكمنا من هب ودب هيدا جيل 30 سنة المرجين ومنهم أنا العايزينها عشت الهنا وبكلامنا واقفين جنا ايدا الزول دل قدام رابعين كل عايزين يرجع لنا الشغل just fall that's all that's all كل عام والأمة الإسلامية جمعاء تنعم بالأمن والخير والاستقرار والسودان كمان بنعم بالأمن والخير والاستقرار يا ريم هنمشي نحن وإنتم مع ريم للأخبار الاجتماعية الأخبار الاجتماعية نبتدي بنقل المطربة السودانية الشهيرة حنان بلبلو إلى المستشفى نقلت الفنانة حنان إلى المستشفى بعد تعرضها لعلة مفاجئة تعرضت لها أمس الأول قرر الأطباء مقوثها بالمستشفى وإجراء عدد من الفحوصات الطبية ثم تلقيها العلاج اللازم ومن جانبها أوضحت بلبلو شعرت اليومين الماضيين بتعب وألم شديد فبدأت بتلقي العلاج بالمنزل إلا أن وضع صحي لم يتحسن بل زاد سوءا ليتم نقلي إلى المستشفى ويعطى العلاج اللازم والحمد لله بدأت أشعر ببعض التحسن دعواتكم لي بتمام الصحة والعافية في هذه الأيام المباركات أكيد يعني نجود نتمنى في ببركة هذه الأيام المباركات أنه تنعم بالصحة والعافية إن شاء الله ربنا يدي الصحة والعافية إن شاء الله الفنانة بلقيس فتحي في زيارة للسودان لأول مرة النجمة اليمنية بلقيس فتحي تزور السودان وتحيي حفل بالعاصمة
تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خبر زيارة الفنانة اليمنية بلقيس للسودان خلال عطلة عيد الفطر المبارك لإحياء حفل جماهيري. وظهرت الفنانة وهي تتحدث رفقة أحد السودانيين في فيديو حديث لها وهي تتحدث عن زيارتها للسودان وتطالب الجماهير بانتظار حفلها المزمع إقامته في العيد. وكانت عدد من المواقع العربية قد تناقلت أخبارا عن زيارة الفنانة بلقيس للسودان، ووجدت الأخبار ترحيبا من محبي الفنانة في السودان. حبابة ألف. نسمع. هاي بلقيس. هاي هشام. على وين؟ على السودان. على طول. على طول ساي سريع. يلا يلا ربنا يسهل ويوفقك إن شاء الله. يلا تشوفوا الفيديوهات والصور حتولع الدنيا. حنولع إن شاء الله. على خير. يلا. استئناف الدراسة والامتحانات بجامعة الخرطوم عقب عطلة عيد الفطر. عقد مجلس العمدة بجامعة الخرطوم اجتماعا استثنائيا برئاسة بروفيسور عماد الدين الأمين الطاهر عرديب مدير الجامعة بحضور كامل عضوية المجلس. ناقش الاجتماع كافة المسائل المتعلقة بالبيئة الدراسية بالجامعة والتدابير والإجراءات الخاصة بالمشاكل العالقة، مؤمنا على كافة الإجراءات التي تم اتخاذها فيما يلي: الداخليات وأوضاع الكليات وشؤون الأساتذة والطلاب والعاملين. وهنأ الأسرة الجامعية بعيد الفطر المبارك سائلين المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات. وأعلن عن استئناف الدراسة والامتحانات لجميع كليات الجامعة عقب عطلة عيد الفطر المبارك في يوم الأحد 22 مايو 2022 وفقا لجداول الدراسة والامتحانات التي تعلن عنها الكليات. تفويج العيد بولاية جنوب دارفور. إنفاذا للخطة العامة التي انتهجتها الإدارة العامة للمرور بالسودان في تفويج المركبات السفرية بالتزامن مع عطلة عيد الفطر المبارك، شرعت شرطة المرور بولاية جنوب دارفور في تنظيم حركة المسافرين من نيالة إلى باقي مدن وولايات السودان من خلال تفويج المركبات السفرية تحت شعار أصل سالم، وسط إشادات من المسافرين الذين طالبوا السلطات المسؤولة بإيجاد حلول عاجلة للطريق ما بين نيالة والفاشر، بجانب توفير مزيد من الحماية للقضاء على ظاهرة النهب المسلح التي تنشط من وقت لآخر. تحت شعار أصل سالم بدأت بولاية جنوب دارفور عمليات تفويج المركبات من نيالة إلى مدن ولايات السودان الأخرى ضمن الخطة العامة التي أطلقتها الإدارة العامة للمرور السريع بالسودان بهدف تحقيق السلامة للمسافرين. دأبت الإدارة العامة للمرور في تفويج المركبات في طرق المرور السريع، وكان شعار هذا التفويج لعيد الفطر المبارك أصل سالم إن شاء الله. نحن بنطلب من كل السائقين وكل مستخدمي طرق المرور السريع أن يلتزموا بالقواعد المرورية. التزامك بالقواعد المرورية معناها حتصل سالم إن شاء الله، وده كل ما نصبه إليه ونرجوه إن شاء الله. والالتزام بالقواعد المرورية، وأكرر وأكرر، الالتزام التام بالقواعد المرورية تخليك تصل سالم إن شاء الله. نحن دأبنا على مثل هذه التفويجات لشيئين، يعني الأولى الحفاظ على النفس والمحافظة على الأنفس الباشا في والمستخدمة طرق المرور السريع، والمحافظة على الممتلكات بخصوص المواطنين. حوادث مميتة ظلت تقع بطرق المرور السريع القومية بولاية جنوب دارفور، وأغلب مسبباتها السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ بجانب القيادة بإهمال وغيرها. لذا هدفت شرطة المرور السريع قطاع جنوب دارفور للتصدي لها ومعالجتها عبر هذا التفويج وانتشار أفرادها بالقطاعات المختلفة. الحقيقة نقول للشعب السوداني عامة ومواطني مدينة نيالة بصورة خاصة كل سنة وأنتم طيبين، وربنا تقبل الصيام والغيام إن شاء الله. نحن نتماشى مع خطوات الإدارة العامة للمرور
وكخطة سنوية راتبة. درجة الإدارة العامة للمرور على تفويج المركبات السفرية من كل ولايات العاصمة إلى كل ولايات السودان، ونحن في مدينة نيالا تماشى مع هذه الخطة نقوم بتفويج العربات من مدينة نيالا إلى المدن الأخرى والولايات الأخرى التي تربطنا بهذه الولاية عبر الطرق القومية المعروفة. يعني الشعار التفويج لهذا العام هو وصل سالم، ونحن نسأل الله إنه كل الناس يصلوا إلى مواقعهم سالمين وغانمين. والغرض من التفويج يا أخواننا، أول حاجة ضبط السرعة، تفادي لوقوع الحوادث والسرعة الزائدة والتخطي الخاطئ والتفلت على السائقين في الشوارع. فنحن من هذا المنطلق نناشد أخواننا السواقين إنه ما يتخطوا في الكونفوي، والمشي يكون مشي معقول حسب اللي هنا الناس ما يتخطوا الدورية الموجودة أمامهم، وما يتخطوا العربات، زول ما يتخطى العربية اللي أمامه، والسرعة الزائدة وكذلك الشماعة، الناس في النهاية حتصل. ما بين الثناء والإشادة بالأدوار التي تقوم بها شرطة المرور بهدف سلامة المسافرين، تظل المخاوف من حوادث النهب المسلح والمطالب المتكررة بإكمال طريق نيال الفاشر حبيسة أدراج السلطات المختصة. صفاء محمود رياض، مدينة نيالة، وأنا أصلا ماشية مؤيدة مع أختي في الدمازين، وبتمنى يعني إنه نصل قبل تأخير الزمن، وإن شاء الله بس ما نواجه مشاكل في الشارع ولا نحك ولا حاجة بالشكل ده. والله دي حاجة كويسة طبعا يعني، بس إن شاء الله يعملوا لنا الشارع وإن شاء الله يكون تمام. وضع أحمد إبراهيم من الفاشر، وإن شاء الله من نيالة للفاشر وترك السلامة، يعني دي حاجة جميلة جدا جدا، يعني دي حاجة صمها عن الحوادث والتفاصيل الكثيرة يعني. ونتمنى برضه إن شاء الله يكون في تعامل الشارع أكثر من كده، لأنه برضه يعني في مشاكل برضه زي النحب وكده وتفاصيل، وإن شاء الله نكون برضه يعني عن الجمارك برضه إن شاء الله برضه محتاجين له شديد جدا جدا. بابكر محمد أحمد بابكر، أبناء شمال دارفور. في البدء إنه أقول للشعب السوداني كل سنة وأنتم طيبين مقدما، وبصفة خاصة إنه أحيي شرطة المرور فيما قدموه من تفويج ومن أمل كبير جدا جدا في تأمين الطريق، وبالأخص يعني شغلهم مجهود كبير، ونقدر نقول إنه بس حاجات بسيطة يعني في الشارع ده قاعدين نعاني منه، يعني إحنا كسواقين استيراكسات بصفة خاصة، يعني الشارع فيها بعد الأواخر وبعد الأراخل، لو إنه بس يعني نتمنى إنه من الحكومة إنه بس قدرت تقدم لنا خدمة بسيطة عشان إنه إحنا برضه نقدر نسهل نرسل المواطن في سلام ومع أمان. ونتمنى إنه من الشرطة السودانية بصفة عامة إنه يفتح لنا الجمارك، ونتمنى إنه نقدم رسالة بصوت خاص، يعني إحنا سواقنا استيراكسات بالذات نيال الفاشر الشارع حيوي، نتمنى إنه يربطوا لنا نيال الفاشر عشان إنه نقدر نصل لحد الجنينة، ونحن كلنا أبناء شعب واحد نقدر نخدم أخواننا في كل الولايات دارفور الخمسة، وبتمنى للشرطة السودانية التوفيق والتقدم. إلزم مسارك يقل انتظارك، ودرب السلام للحول قريب، شعارات يجب على سائقي المركبات مراعاتها من أجل سلامة المسافرين بمعيتهم وصولا لعيد فطر مبارك بلا دموع أو أحزان. حسن حامد، سوداني 24، ولاية جنوب دارفور، نيالة. طريق السلامة لكل المسافرين الماشين وعايدين، هم ماشين يعيدوا على أهلهم وناسهم وأحبابهم. إن شاء الله ربنا يوصلكم بالسلامة من دون تكونوا لا فاقدين ولا مفقودين ولا ناقصين إن شاء الله يا رب. ترجعوا لنا بالسلامة كمان إن شاء الله يا رب. والله ريم انت ماشيه وين؟ انا ماشيه في النهر يعني جو معيده برا؟ معيده برا الخرطوم ان شاء الله باذن الله. هذا كلام ممتاز جدا. ان شاء الله انت معيده في كسلة. انا معيده هنا برضه بخير وطيب. كمان يا ريم نحن في يوم مميز جدا عن ذكرى فض احتصام القياده العامه، واكيد الشعب السوداني الشعب اللي ممكن يكون عنده أثر طيب وفي نفس الوقت أحط درس لكل الشعوب
الممكن تكون مش بس يتعلم الدرس من الثورة السودانية اللي هي ممكن تكون أكثر ثورة ألهمت باقي الشعوب العربية كلها، وما بس الشعوب العربية، حتى ثورتنا تكلموا عنها الأوروبيين يا ريم، وهي ثورة ما سهلة ولا هي أكيد. حنتابع أغنية يا شعب اللهب ثورتك، بعد ذاك نرجع لكم.
خلي سراح أولادك تبرح. هنمشي فاصل بعد ذلك نبدأ نواصل. مرحبا بكم من جديد، مرحبا بكل من انضم لمتابعه حلقتنا بيوت سودانيه. يمكن استضافتنا الثانيه يعني جود حنتكلم فيها عن ذكريات وعن ايام وتفاصيل القياده العامه. الشباب ديل هم صنعوا ارض الاعتصام، هم طلعوا اجمل ما عندنا واجمل ما فينا من قيم اكيد وتكافل وحب الناس والالفه ما بين بعض. حاجات كثيره يا ريم ممكن تكون كان في ارض الاعتصام او في ساحه الاعتصام، يعني في حاجات نحن شفناها قيم عند السودانيين، نعم هي موجوده لكن بعد ذاك ممكن نقول طلعت لبرا اكثر. يعني من اجمل عبارات فضل الاعتصام، لو عندك خذ لو ما عندك شيل. يعني عبارات ممكن تكون لحد يوم الليله نحن بنسمع او هي في اذاننا لحد يوم الليله، وكمان علمتنا حب الخير لغيرك، يعني تحب طبعاً لغيرك، وكمان سقي الماء وشيء حملة الكيس ذاته فيما بعضهم وتوزيع السندويتشات، وكمان بعد ذاك جو بتحس نفسك في البيت، ما بتحس نفسك بعيد او غريب ما بين الناس ذي، بتحس روحك في حضن الوطن. والله يا ريم يعني بتحس روحك فعلا انت قاعد في حضن الوطن، انت عندك وطنيه فعلا، لانه الناس كلها بعد ذاك عندها هدف واحد ومقصد واحد هو الوطن، يعني ما في واحد عنده مقصد ثاني. ومن اجمل الحاجات اللي ممكن تكون علمتنا ليها ثوره ديسمبر انه اتلاشت فكره العنصريه والتفرقه، وفلان ذاك من المنطقه الفلانيه وفلان ذا من الشرق والغرب والجنوب والشمال، الحاجه دي اتلاشت تماما يا ريم. يعني الناس دي كلها جايه من اجل قضيه معينه، من اجل حتى في الساحه الناس دي قاعده عشان الوطن ما اكثر. يعني الجيل اللي ممكن اقول حاليا موجود في السودان جيل واعي تماما، يعني جيل محطاء في نفس الوقت عارف هو عاوز شنو، وفكره التفرقه زي ما قلنا يا ريم اتلاشت تماما. التداخل العرقي برضو والتداخل الاثني والتماثج ممكن برضو يا ريم تكون حاجات تفاصيل تعلمناها من ساحه الاحتصام. فالليلة يا نجود نحن عايزين نسترجع فعليا ذكريات القيادة العامة. نعم. مع مازن مهدي شريف شاب ثوري. ازيك يا مازن وكل سنة وانت طيب. انت طيبين والشعب السوداني كله طيب. كيف صحتك؟ الحمد لله. ورمضان كده في الخواتيم. اه والله. احنا هنقول لك كل سنة وانت طيب، ما بعد رمضان بعد العيد. كل سنة وانت طيب. انت طيبين ان شاء الله. مازن ممكن ترجعنا لورا كده وتحكي لنا عن ايام الاحتصام وذكرياته، وانت كنت وين في البدايه؟ يعني السبب الزاد جابك الاحتصام، صحة الاحتصام شنو السبب اللي جابني؟ السبب اللي جاب لي شاب الاف الالاف السوداني. يعني انت ذكرت لي تحت الهواء ممكن يكون يا مازن برا السودان. ايوه انت كنت برا السودان. ايوه وجيت عشان الحق الثوره واحداثها، وحصل الاحتصام اللي هو اجمل حاجه، اجمل ذكريات، يعني اجمل الايام في الحياه في الاعتصام. كان في كل شيء زي ما انت قلتي. يعني انت جيت من برا عشان فقط الثوره يعني؟ ايوه. ده السبب اللي جابك؟ استمتعت يعني في الاعتصام شديد. يعني زي ما قلتي كل القبائل كل اللهجات كانت كلها كل مع بعض. كل التكافل. اي شيء يعني كان بحب وباخلاص. حسيت شنو انت في الاحتفال؟ حسيت انهم عائله واحده، سودان مصغر. ما حسيت نفسك غريب يعني؟ بالخاص وانت جاي من برا يعني. لا حسيت بانك عائله واحده، نفس ايام الجامعه. اللمات والشلليات. أيوة. والاصحاب والقعدات. ايوه. يعني كان حاجه ما بتتكرر. طيب مشاركتك كده في ساحه الاحتصام كانت كيف وانت واصحابك؟ في الاعتصام والله كنا في درس الصمود اصلا من سوار الليل نحن. يعني من بيت للصباح سوار الليل. أيوة. زين بيغيم الليل يعني. ايوه بنحضر السحور هناك. بنكون يعني صاحيين ومراقبين الوضع وكذا، والناس يعني كلها يعني اي زول بيشتغل مال زول يعني بكون قاعد ثاني، كل المساهمات كل المساعدات
من أكل لشراب لغيره. ما هو الشعب كان ما مقصر، كله متوفر للتحليه، الرز باللبن اي شيء. كمان الرز باللبن ما حنسى نهائي. كده احكي لنا عن الرز باللبن، كم بيعمل كيف؟ ثابت بيجي يومي في رز باللبن. هاي ثابت في رز باللبن في حله كبيره أو صحانة البلاستيك والملعقة يعني. ما في مديدة بلح كده يعني ما في. الله يفيد. لا يعني كم مرة. أها. التصاميم. الرز باللبن ده كان للسحور صح؟ أيوة للسحور. بعد يوم نمشي نشوف برنامج العصير وكده. يعني كان أي شيء كله التصاميم. أي شيء جميل. طيب يعني فكرة الأصحاب ذاته يعني في ساحة الاحتصام الناس ما كان بتعرف إنه أنا جاي مع صاحبي أو أنا جاي مع أبوي أو مع أمي، بتلقى أنت بس يعني أنا واحد من الناس كنت بيجي براي ما بيجي ما بتفق مع زول، والشلة اللي بلقاها يا ناس الابتدائي الثانوي جزء من الجامعة اللي بلقاهم هم اللي بقعد معهم شنو يعني ما ناس ثابتين لنهاية اليوم، ما ناس ثابتين، وأنت مستحيل تجي وما تلقى ناس بتعرفهم طبعا أكيد يعني. أكيد بس كان البرنامج كده، وأحلى شيء أنت تمشي من غير اتفاق يعني يعني. طيب انت بتجي الاعتصام يعني زي ما انت قلت من غير شلليات من غير ناس محددين الناس اللي بتقعد معهم كل مره مختلفين بتلقى في اختلاف فيهم بينهم يعني بتحس نفسك كان افضل لك شله أميس او شله لو قلت لك الاختلاف انه كل ما تقعد مع ناس بتلقاهم احسن منهم افضل واجمل عرفتي ما بتعرف تقعد مع منه عشان كده بتقول بس انا امشي لكن في النهاية بيجي ترس الصمود لأنه كان حسابي زي بيتنا ترس الصمود ده بيجي لازم أقعد فيه كم ساعة. طيب يعني أنت جيت من برا أكيد عاوز تشوف الوطن، كل واحد فينا عاوز يشوف الوطن بعيونه اللي هي يكون الوطن في أبهى صوره عنده أحلام محددة أكيد أكيد طموحاتك وأحلامك وأنت بتتداولها كده مع أصحابك يعني كل واحد فيكم بيكون عنده طموحه إنه إن شاء الله الاحتصام وفكرته وفي نفس الوقت الوطن يكون في أحسن أو أحسن ممكن يكون وطن. طيب. الأحلام كانت كبيرة طبعاً الوقت ذاك. كنت بتداول شنو أنت وأصحابك كده؟ الشلليات بتكسبها من خلال كنا متخيلين إنه بعد الاعتصام السودان كله حيكون كده يعني. إنه الأحلام حتتحقق كله في مجاله. اي زول عنده فكره، انت شفت كميه المبدعين في الاعتصام كده، تخيلنا المبدعين ديل حنلقاهم في مجالاتهم، ما حنلقاهم زي في الاعتصام ما عندهم جهه ولا مكان يحتويهم ولا هم ضايعين اصلا. طيب الفنيين والمبدعين والتشكيليين يعني ديل ممكن يكون عندهم اثر في 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 ساحه الاعتصام طبعا اثر كبير يعني كان شكلوا صوره جميله في ساحه الاعتصام ممكن حتى الناس اتعلمت منهم بنذكر منهم شعرة ممكن يكون معد شيخون شاعر الثورة ممكن يكون في كمية من الشعرة ما عاوزين نذكر واحد عشان ننسى واحد أيوة على حساب الثاني لكن في كمية من الشعرة بالنسبة للمبدعين زي ما أنت قلت حتى في اليافطات الكبيرة في الأرضيات الفنانين والتشكيليين يعني كان حتى كان بيعملوا في أكبر لوحة بالذكر هتكون أكبر لوحة في الغيادة دي كان هتتعرض في العيد ما تعرضت طبعا يعني كان عندهم دور كبير يعني فعلا. طيب يعني الناس اللي تابعت من بعيد يعني جود يعني الناس اللي ما قدرت تصل الاعتصام بتتفاجأ بكمية المحبة ما في زول حيصدق إنه فعلا في ترابط زي ده اللي هو يدخل فعلا الاعتصام بنشوف الأمهات والأكل اللي بيعملوه المساعدة مساعدة الشباب ليهم كأنه ده ولدي يعني ما بساعدني غريب بحيث إنه كأنا كزول عايزة أخدم أو عايزة أعمل أكلة فبلقى إنه الناس كلها بتتكاتف وبتساعد أنت كنت وين؟ يعني كنت بتعرف تعمل حاجة بتخدم والله أنا ما كنت يعني بعمل أكل لكن كنت شايف لكن خبسته كنت حوالي الناس في الخبيث بعد ما يشيل من هنا ومن هنا وبتشيل كمان كيف القرش بيقول لك خد شيل ما عندك يعني ما كان من الناس اللي بيعملوا أكل لكن زي ما في الصور ناس الخبيث بس يعني كان في اللي بيعملوا الفطور يعني ناس قيمة بروف ما بنساهم نهائي كان بيعملوا فول يا سلام يعني ناس فول السمك كانوا بيعملوا عدف يعني ترحيبكم يعني بالخيمة اللي بتجي اللي هي أي خيمة بتجي اللي هي من لو قلنا بروف بيت المال
عدة أنا أم درمانة طبعا. يا سلام، تحية لأم درمانة. تحية للمنطقة القديمة. تحية للناس بحري كمان يا جماعة. ناس بحري قريبين. طيب الأحياء دي اللي هي كانت أي خيمة يعني ما في زول بيخش حتى على الخيمة دي بكون أو بحس نفسه إنه لا دي الناس أبروف أو لا دي الناس بيت المال. لا لا يعني الصباح ممكن تلاقي يا هنا سبروف ناس بيت المال خاطين الكراسي جنب الخيم، لكن طول ما وقت الاكل والاستعداد وكذا الناس كلها واحد. نعم. الناس كلها بتجي تتكفل وتساعد، يعني كان مقسمين كله خيمه بسبعه. الناس بتجتهد يعني، بتذكر البنات كان بيدعوا والله. واحده بتشتغل بضمير، وانت جيت مره لو جيت مره بالصدفه لازم تاكل لازم تشرب غصبا عنك. انت يعني شبعان ما تجي مره. من الحاجات الجميلة ممكن كان شفناها في ساحة الاحتصام حتى دارفور الغريب جابوا كل تراثهم كل حاجاتهم، نحن كنا داخلين على عيد يعني جابوا كل حاجاتهم تراث دارفور وقعدوا في ساحة الاحتصام وعلمونا تفاصيل كثيرة، الأكلات الشعبية تراثهم حاجاتهم، وده غير إنه بنشوف الخبيث يتخبث في ساحة الاحتصام. يعني كانت دي من أجمل الحياة اللي ممكن نشوفها في الساحة، الناس حابة تعيد، الناس حابة تكون متجمعة عندها حلم واحد، عندها رؤية واحدة، كلهم متجمعين عشان حاجة واحدة اللي هي الوطن. يعني ما في اثنين بيتكلم فيها اللي هو حب الوطن. يعني في 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 فكرة الخبائث والتفاصيل دي شاركت بشنو كده؟ يعني خبستة عجنتة ساهمت؟ والله الصورة اللي قبل شوية الناس الخبسة دي الناس ويجة يعني أنا كنت معهم بس ما صوروني ما أعرف ليه، يعني ساعدناهم في الخبيث. لكن زي ما قلت لك نحن كان بس سوار الليل، أنا من مهمتي بس سوار الليل وما نوم، نكون صاحين لأي شيء، مراقبين الوضع في أمان وكذا. يعني كان كل زول في مجاله، كل زول في مساعدته يعني في الاختيار اللي هو بيختاره. للأسف الحاجة دي انتهت يا مازن، أو فجأة تكون عندك حلم قدام عينك ويتلاشى فجأة. يعني زي الزول بعدك بيسرق منك حاجة، حاجة كانت قدام عينك وبتتسرق. تعبت عشانها، تعبت عشانها وسهرت. أنا ما تخيلت حد اختفي طبعا، لأنه كان في إحباط يعني هذا اللي حصل، لكن ما تخيلت حد اختفي. دي جريمة الواقع. يعني يا مازن جريمة في حق الوطن في البداية. ناهيك عن الثوار اللي كانوا موجودين داخل ساحة الاحتصام. نحن حنتابع الفيديو ده بعد ذاك نستكمل ما تبقى من الحوار. على أجنحة الفجر طيب يا مازن يعني او يعني فعليا يعني جود ومازن الاعتصام هو كان مكان عشان الناس تضم فيه المشردين، الناس اللي ما لاقيه مكان يقويها. فضل الاعتصام، فضل الاعتصام هو رجع ثاني الناس يتما، رجع ثاني الناس بعيده، بقى الناس حاسه نفسها اسره واحده يعني زي ما انا قلت قلت لك. ففضل الاعتصام كان صعب جدا بالاخص على الشريحه دي، يعني الشريحه اللي هي لقت اهلها لقت ناس تقويها. هو بالنسبه لنا احنا الاعتصام يعني كان من اجمل الايام وبنشوفه عيد، فما بالك لاطفال الشوارع كان حيكون كده. يعني هم لو عليهم من السودان بس يكون اعتصام للابد. يعني كانوا مستمتعين شغالين بكل حماس وبكل ضمير. كان من حس بهم زي اخواننا السوار. لكن ضد الاعتصام كان يعني الاعتصام محتويهم زي بيتهم الكبير. اكيد طبعا. الناس فقدت فيها اسر يا مازن، فقدت ابناء، فقدت فلسات اكبادها. يعني حاليا امهات الشهداء بيمروا ما يعني أسوأ عيد ممكن يمر على ام الشهيد انه يكون ولده ما معاه في التوقيت ده. يعني تكون ربيت سنين طويله وفجاه تفقد ابنك
يعني في لحظة هو ماشي عشان طموح معين أو أحلام معينة، ماشي هو أصحابه يعني عاوزين نقول تلبية لنداء الوطن. كلنا بنلبي نداء الوطن، لما الوطن يقول لك تعال نحن بنكون حاضرين في أي لحظة. أكيد طبعا. دي الحاجة الوحيدة اللي أنت ما بكون يعني عاوز تستعد لها، ولا عاوز تقول والله أنا عندي الحاجة الفلانية، أنت بتكون مستعد تحت أي لحظة. يعني فكرة أم الشهيد تكون حاليا فاقدة ابنها دي حاجة صعبة يا مازن. هي حاجة صعبة شديد كان من الحواليك. حاجة أصعب إنه الوضع ما تصلح يعني. أصحابك الحواليك اللي كانوا في الاحتصام فقدت منهم أشخاص ولا؟ الله الحمد لله ما ولا في مفقودين ولا؟ ما فقدت لكن في مصابين. نسأل الله سبحانه وتعالى إنه. وفي واحد حاليا في الهند مع البدعالة جو. لكن الحمد لله إنه ما فقدت لا من الأهل لا من الأصدقاء. لكن طبعا الناس اللي فقدوا إحساسهم إحساس ما بتوصف يعني. نحن نتفق يعني جود يعني نتفق يا مازن إنه ما هي أم الشهيدة اللي بتفقد شهيدة. كلنا ولا حتى نحن اللي بنفقد أصحابنا اللي هو بالأخص في 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 الموضوع ده بالضبط كده. نحن كلنا الفاقدين. كلنا الفاقدين. نحن كلنا اللي بنعاني يعني البيوت كلها هي بتعاني. ما في شهيد بيسقط إلا كل البيوت السودانية هي بتكون موجوعة. وحتى لما تطلع الشارع ما بتطلع عشان تمشي أو ترافق كلهم قاعدين جسمها فقط، لا بتطلع عشان هي موجوعة إنه ده طالع عشان شنو؟ أكيد أنا طالع عشان وطني يعني. يا ريم أم الشهيد أمي يعني ده دائما كان من أجمل العبارات اللي اتقالت اللي اتقالت في الثورة. يعني الناس فعلا بعد ذلك بتحس إنه هي اللي فقدت، ما بس أمه ولا صحيح. صاحبه ولا كده يعني إحساس الوطن الجريمة تفضل الاحتصام اليوم عاوزين نقول عليه يوم أسود كان يعني إحنا أسود كنا على مقبلين أيوة نعم. كنا مقبلين على العيد وكنا عندنا طموحات وأحلام، لكن في النهاية ممكن نقول اتغدرت أو في نفس الوقت اتلاشت يعني بقت ما موجودة يعني فيها طعنة كده يا ريم. وفي إحساس من الألم والوجع والعبرة والخنقة يعني كل ما حد يتذكر فترة فضل الاحتصام أنا متأكدة كل ذول بيسمع فينا حاليا يا ريم بيجيوا الذكرى فضل الاحتصام اللي هي إحساس من الوجع والألم جداً. لأنه قايم الصباح والناس إحساس العيد والقعدة والفرحة وفجأة تتفاجأ بتفاصيل بتاعت جريمة شنيعة في حق مجزرة. الوطن والشعب السوداني هي مجزرة كانت فعليا. ونتفق إنه يعني عندنا غايب واحد اللي هو لو مشى مننا داي عايز يقترب، فتفاصيل فرحة زي فرحة العيد هي بتفرق معانا نحن كأسرته هنا. فما بالكم بإنه نحن فاقدين شباب يعني جود خيرة شباب الوطن خيرة يعني شباب يعني شباب زي الورد يعني نعم اللي هم بيطلعوا عشان الاعتصام كتل كلنا حاجة فينا نعم كلنا كتل حاجة فينا كلنا موجوعين للشهداء وذكراهم كلها حاضرة فعلا لو في الهتافات لو في الصور ما حننساهم كلهم. نتفق انه زي ما انت قبل ذكرتي يعني جود انه فرحة العيد حتى للأمهات هي بتقابلها كآبة بتقابلها ألم يعني وجع وخنقة وعبرة فاقدة عظيم جدا. ربنا ان شاء الله يربط على قلوبهم. كلمة أخيرة يا مازي ممكن توجهها للشباب، الشباب اللي صنعوا أرض الاحتصام، الشباب الصامد، الشباب اللي صنعوا ولسه صامدين ولسه مواصلين ولسه مواصلين وإن شاء الله حنصل السودان اللي بنحلم به وكله حيتحقق مهما طال الزمن. الناس ما تسهج إن شاء الله حنصل وربنا يصلح الحال إن شاء الله. كل الشباب حيحقق أحلامه أنه الأحلام تدمرت من فضل الاعتصام إن شاء الله يا رب إن شاء الله. شباب بالوعي ده يا نجود يعني نتمنى أنه يسيبوهم عشان يبنوا البلد، البلد محتاج للشباب. نتمنى إن شاء الله ربنا يعني يربط على قلوب الأمهات، والتحية للثوار في طرقاتهم والتحية للشهداء في عليائهم. شكرا جزيلا يا نجود على الرفقة كده انتهى شكرا لك يا ريم، وإن شاء الله عيد يكون مليء بقدر الحاجات اللي ممكن تكون صنعت فينا بسبب اليوم ده، لكن إن شاء الله يكون فيه جزء من السعادة وجزء من يصبرون إن شاء الله، يصبر كل أمهات الشهداء ويصبر الوطن ويصبر الثوار ويصبر كل المواطنين ويصبر كل
محبي الثورة، كلنا حندعي لهم في الأيام المباركة دي إن شاء الله ما تنسوا، وبكرة آخر يوم ممكن يكون في الأيام المباركة شهر رمضان العظيم. حنخليكم لحد ما نتلاقى، أو ممكن يكون إحنا آخر في مساحات أرحب بإذن الله. أرحب إن شاء الله بإذن الله. مع السلامة، إلى اللقاء.